للمتغير الثالث بدأت بالنسبة للمتغير الثالث وهو التمبرتشر. الآن إذا أردت أن أعرف أن الجهاز هل يثر التمبرتشر أو لا، أيضا أوصل السوميليتر ماي سوميليتر أو أوصل الجهاز الذي يحاكي إشارة المريض وأقوم بإيصاله إلى البيشنت مونيتور. نلاحظ هنا ممكن أقوم بتغيير التمبرتشر الذي موجودة في مثلا هنا أخليها على 24 ديجري وأرى التغير الحاصل في البيشنت مونيتور. الآن نرى أن البيشنت مونيتور أصبح الديجري فيها 23.9. ممكن أقوم بتغيير أيضا التمبرتشر مثلا أجعلها مثلا 37 سنتي ديجري، أرى ما هو التغيير الحاصل في التمبرتشر. طالما أن البيشنت مونيتور تعرض ما هو ماذا يقوم بإخراجه السيموليتور الذي يوازي المريض، فإذا أضمن أن البيشنت مونيتور تعمل بشكل جيد. هذا بالنسبة للتمبرتشر.